يا ريت متت بأربعة آب، يا ريت. أهين بكتير إنك تضلك عايشة عم تتنفسي وعم تمشي وعم تروحي وعم تجي وعم تمثلي قدام العالم، بتضلك هيك كل الوقت، لأنه ما بدي حدا يشفق علينا. لا تفارق الابتسامة وجه عطن الله، ولكن في قلبها ألم كبير تحمله منذ أربع آب، يوم خسرت شقيقها نجيب، ابن عمها شربل وصهرها شربل دفعة واحدة في انفجار كانت نيرانه أقوى منهم. بس دورنا التيفي قالوا بيت الوسط، فصرت إلا لأمي أنه مش فوج الإطفاء كارانتينا، بيطلعوا طريق جديد وما تعتى لهم، والشباب بيطلعوا بيطفوا بس يطلع الانفجار، ما بيكونوا هونيك بس يطلع الانفجار، هذا المفروض يصير. يعني في إلى أصوات الأمات اللي كانت عم تصرخ حد بالمستشفى، في إلى مناظر العرب اللي فتحت عليهم الشراشف بالبرادات وبالطوارئ، في على الأوض اللي كانت مليانة عالم فوق بعضهم عم يتعالجوا وعم يتقطبوا. صرنا نحصد العالم اللي فاقدين شخص، احصد العالم اللي عم يبقى شخص واحد. إذا شي نهار حسيت انه مشتاقة لخي اكثر، اليوم حس بالذنب انه ليش مش شربي لابن عمي ولا شربي صهري، اذا اشتقت لشربي لابن عمي بالنهار ليش مش اشتقت للاثنين البقوه، بتحس بالذنب اذا فكرت بحدا واحد اكثر من البقوه. كيف الوجع؟ الوجع كثير كبير. فماذا لو كانت انطونيلا مكان من خسرتهم؟ كانت اذا قطعت نسمه هواء زيتنا يجننا، إذا نسمة هوا قطعت من حدنا ما حبيناه، ولا إذا حدا قالنا كلمة بشعة، كلمة صغيرة نحن ما همنا فيها وهن انزعجوا منا، كانوا يقيموا الدنيا ويقعدوها. فإن شاء الله إن شاء الله أكون عم بقدر أعمل أنا ربع اللي كانوا هن رح يعملوا كرمالي إن شاء الله. يعني بس أنا حلمي هلأ بحياتي بس تخلص حياتي والتقى فيهم لثانية بالسما، اقدر اقول لهم انا عملت ربع 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 اللي كان انتم بدكم تعملوا لي اياه لو كنت محلكم. بس عشان